السؤال الثاني الخاص بان حضرتك بتحفظي القرآن وبتنسيه، يعني بتحفظ الجديد اللي هو القدر الجديد وتيجي في القديم تلاقي نفسها يتفلت منها، لان انا لازم اعمل لنفسي نظام ما بين الجديد اللي انا حفظته وما بين الماضي، احنا نسميه كده مع مشايخنا الماضي او ما تم في الماضي حفظه، فانا عندي الجديد وعندي القديم او الجديد والماضي بتاعي، الماضي بتاع الذي حفظته من القرآن الكريم، فانا اعمل ايه؟ لازم يكون عندي انا مثبته وقت، الانسان يبقى عنده وقت للقرآن يوميا، لان انا النهارده اما اجي احفظ واقعد احفظ والتثبيت تثبيت ما تم حفظه ضعيف هنسى. القرآن على طول عايز الانسان بيتعهده، فسددي وقاربي، والاهم تثبيت القديم وبعد كده الزيادة في الحفظ، ومشي خمس خمس زي ما العلماء علمونا، خمس آيات بخمس آيات، وأعمل يوميا وقت أنا بذاكر فيه أو براجع فيه القديم بنظام اللي المعلمة أو المحفظة جزاها الله خيرا بتوجه وبتعلمكم في هذا الأمر، بس ما يفوتش يوم من غير ما أجيب قرآني، وفي القرآن بركة وفي الاتصال به بركة وزيادة خير عظيم. هتبت، ولما أجي أتبت ينفع أن أنا أقرأ بسرعة عشان ما أخدش وقت، أقرأ بسرعة بحيث أن أنا يبقى أقدر أقرأ أكبر كم من اللي فاتني فأقرأ فيه بحيث أن أنا ألحق أني أتبت سريعا وأخد القدر الجديد، وتقدر يتقسمي حاجة أول النهار وحاجة آخر الليل، وما تبقاش في وسط يعني دوشة اليوم أستهل به اليوم وأختم به. وتقدري كمان من الطرق اللي كنا بنعملها وبتعين في حفظ القرآن أن أنا أصلي باللي أنا حفظته بالمحفوظ ده، أصلي به في صلاتي، وده ربنا إن شاء الله يفتح عليكي، وسالي الله سبحانه وتعالى أنه يجعلك من أهل القرآن الكريم وإنك تقدري تثبتي.